الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح الحديث الثاني من الأربعين النووية، قال: والإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وله مراتب أربع: علم الله أزلا بكل ما هو كائن، وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئته كل مقدر، وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاءه. فيجب الإيمان بهذه المراتب، واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وأن كل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وسيأتي في الحديث التاسع عشر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل السادس من أصول الإيمان الواردة في حديث جبريل عليه السلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وشأنه في الدين عظيم، فلا يستقيم إيمان عبد ولا توحيده إلا إذا آمن بالقدر. ولهذا قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أن العبد لا يمكن أن يكون موحدا لله جل وعلا إلا إذا آمن بالقدر، وأن الأمور كلها بتقديره سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، كما قال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وكما قال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإيمان بالقدر أصل من أصول هذا الدين. والقدر كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: قدرة الله. فالمكذب بالقدر مكذب بقدرة الله جل وعلا، والمكذب بقدرة الله كافر بالله، كافر بالله ينتقض إيمانه. وقد مر معنا براءة ابن عمر رضي الله عنه ممن أنكروا القدر، وقوله رضي الله عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحد هؤلاء مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر، ما لم يؤمن بالقدر. فالذي لا يؤمن بالقدر وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة كافر بالله جل وعلا، منكر قدرة الله عز وجل على كل شيء.
والإيمان بالقدر هو إيمان العبد بأن الله عز وجل علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأن يؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن يؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء. فهذه حقيقة الإيمان بالقدر، لا بد من الإيمان بأمور أربعة ليكون العبد مؤمنا بالقدر، وبدونها لا يكون إيمان بالقدر. يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. فهذه الأربع لا يؤمن بالقدر من لم يؤمن بها، فمن كذب بها أو ببعضها هو مكذب بالقدر. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي المحيط الشامل الواسع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا خالق هذا الكون محيط علمه بكل شيء فيه، محيط علمه تبارك وتعالى بكل شيء في هذا الكون. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا الخلق خلق الله جل وعلا دليل واضح على قدرة خالقه عليه، ودليل على إحاطة علم خالقه به، وأن خالقه ومبدعه وموجده قد أحاط علما بجميع الكائنات وأحصى كل شيء عددا ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقبل أن يوجدوا 50,000 سنة. قال الله تبارك وتعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فكل شيء فعله الناس ويفعلونه كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم قبل أن يخلقوا. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن الإيمان بالكتابة من الإيمان بالقدر، ومن جحد الكتابة التي دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يكون مؤمنا بالقدر، لأن هذه من مراتب الإيمان بالقدر، لأن هذه من مراتب الإيمان بالقدر. ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بالكتابة. والمرتبة الثالثة
المسيئة النافذة والقدرة الشاملة. المسيئة النافذة أي أن ما شاءه الله جل وعلا ينفذ ولا رد له، لأنه سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، فما شاءه سبحانه كان وما لم يشأه لم يكن. الذي يشاءه سبحانه وتعالى يقع طبقا لما شاء ولا يمكن أن يتخلف، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون نافذة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يمكن أن يتخلف شيء أراد الله سبحانه وتعالى وجوده، فمشيئته سبحانه وتعالى في الكون نافذة، وقدرته شاملة لكل شيء. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جل وعلا القوي المتين القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة الإيمان بأنه جل وعز خالق كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. فهو جل وعلا خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، خلق العبد وخلق الإرادة التي في العبد، وخالق السبب التام، خالق المسبب، الإرادة التي عند العبد التي يريد بها خيرا أو يريد بها شرا، يريد بها نفعا أو يريد بها ضرا، مخلوقة لله، مخلوقة لله تبارك وتعالى، الله الذي خلقها. وما ينشأ عن هذه الإرادة من أفعال مخلوق لله، لأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. ومن لم يقل بذلك فإنه ولا بد سيزعم بوجود خالق مع الله، وهذا شرك في الربوبية والخلق والتدبير. فمن مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، خالق للأشخاص وخالق لما يقوم به الأشخاص من أعمال وأفعال وحركات وسكنات، فكل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. فهذه مراتب الإيمان بالقدر: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب الإيمان بالقدر التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. وإذا علم العبد ذلك وتقرر هذا الأمر في قلبه ورسخ في نفسه، ربما أن يرد عليه سؤال أو يجول في ذهنه سؤال، وهو سؤال كما يقال يطرح نفسه. عندما يعلم العبد بهذه المراتب للقدر ويؤمن بها كما جاءت، فإنه سيأتي على سيرد عليه السؤال. إذا كانت الأمور مكتوبة ومقدرة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فيما العمل؟ لماذا يعمل الإنسان؟ لماذا يعمل والأمر مكتوب؟ لماذا لا يتكل على ما كتب؟
لماذا لا يتوقف عن العمل ويقول الذي كتبه الله سيكون، أما أنا لن أصلي ولن إلى آخره؟ فهذا السؤال ربما يرد على كثير من الأذهان، وهو سؤال حارت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وظل فيه أقوام، سؤال جنح بأقوام عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم. ومهما تطلب الإنسان جوابا لهذا السؤال لن يجد جوابا يشفي الغليل ويروي العليل غير جواب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عندما سألوه أو عندما سأله الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال نفسه، قالوا له فيما العمل، وقالوا له ألا نتكل على الكتاب، فأجاب عليه الصلاة والسلام بما فيه الغنية والكفاية والشفاء، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فذكر عليه الصلاة والسلام في الجواب أمرين، وقرر أصلين لا يستقيم العبد على الجادة إلا بهما. الأصل الأول في قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا، وهذا أمر بفعل السبب وبذل النافع المفيد وتجنب الضار، قال اعملوا، ولا يؤمر بالعمل إلا من له مشيئة، أما الذي لا مشيئة له فإنه لا يؤمر بالعمل، وهذا دليل على أن العبد له مشيئة، والقرآن نص على ذلك، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعبد مشيئة، لكن هذه المشيئة التي عند العبد ليست مشيئة مستقلة ولكنها تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهي مشيئة تحت مشيئة الله. فإذا العبد له مشيئة، وبمشيئته يختار يذهب إلى طريق العبادة أو إلى طريق النار بنفسه بمشيئته واختياره، ومشيئته تحت مشيئة الله، لأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأذن بوقوعه سبحانه وتعالى. فقوله اعملوا هذا أصل عظيم في الباب، وهو الأمر بالعمل وبذل السبب، ولهذا تجد في القرآن آيات كثيرة تأمر العباد بالعمل، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
الأمر بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، ببر الوالدين إلى غير ذلك. هذه أوامر إنما يؤمر بها من له مشيئة. فإذا هذا الأصل الأول، العبد مع إيمانه بالقدر، ومن تمام إيمانه بالقدر أن يبذل الأسباب النافعة ويتجنب الأسباب المهلكة. والأصل الثاني مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، سواء كان خلق للسعادة أو خلق للشقاوة، كل ميسر لما خلق له. وهذا فيه دعوة للعبد إلى الارتباط بالله وطلب التيسير والتوفيق والثبات والهداية والعون والرشاد منه سبحانه، لأن الأمر بيده. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. الأمر بيده. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان إذا خرج من بيته صلوات الله وسلامه عليه قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فهذه الأمور كلها بيد الله، كلها بيد الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الهداية بيده والضلال بيده، كل ذلك بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا. فكان على من أكرمه الله جل وعلا وهداه وآمن بأقدار الله عز وجل وأن الأمور كلها بمشيئته أن يقبل على الله سائلا إياه جل وعلا الثبات والتوفيق والتيسير والعون على كل خير، وفي الوقت نفسه يبذل الأسباب. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة غاية والاستعانة وسيلة. أنت خلقت لتكون عبدا لله، لكن لا تستطيع أن تكون عبدا لله إلا إذا أعانك الله. ولهذا أتبع الغاية بالوسيلة التي لا تتحقق الغاية إلا بها، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ونظير هذا قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. اعبده أمر بالعبادة، أمر ببذل السبب، وتوكل عليه أمر باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب العون التسديد والتوفيق والهداية. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لابد من الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ولهذا لا يجوز للعبد أن يتخلى عن هذين الأمرين. التخلي عن الأمرين غلط وخلل، خلل عظيم، سواء التخلي عن الأسباب
أو التخلي عن التوكل على الله، هذا خلل عظيم. لا بد من الأمرين معا، لا بد من بذل السبب، ولا بد في الوقت نفسه من طلب العون من الله تبارك وتعالى، لأن الأمور كلها بتدبيره وتقديره وتيسيره. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه كلها أمور بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا من تمام الإيمان بالقدر بذل الأسباب، من تمام الإيمان بالقدر بذل الأسباب النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى بفعل المأمور وترك المحظور. نعم. قال ثامنا: قوله فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أعلى الدرجات، ودونه درجة الإيمان، ودون ذلك درجة الإسلام، وكل مؤمن مسلم، وكل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا. ولهذا جاء في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في الحديث بيان علو درجة الإحسان في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبده كأنك واقف بين يديه تراه. ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال، وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه لا يخفى منه خافية، فيحذر أن يراه حيث نهاه، ويعمل على أن يراه حيث أمره. قوله في حديث جبريل: أخبرني عن الإحسان. الإحسان في اللغة هو الإتقان والإجادة، والإحسان في الدين هو الإتيان به على أتم أحواله وأكملها وأعلاها وأرفعها. ولهذا لما قال جبريل أخبرني عن الإحسان، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الرتبة، رتبة الإحسان التي أعلى رتب الدين، ذكر حقيقة الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يعني أن تكون في إتقانك وإجادتك في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة العلية والرتبة الرفيعة، أن تعبد الله كأنك واقف بين يدي الله ترى الله، تصل إلى هذه الرتبة. تعبد الله كأنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى تراه. وإن لم يصل الإنسان إلى ذلك فلا أقل ليكون من أهل الإحسان أن يستشعر في عباداته لله وتقرباته إلى الله سبحانه وتعالى اطلاع الله عليه ورؤية الله سبحانه وتعالى له، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فيستشعر في عبادته لله وتقربه لله تبارك وتعالى اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، ويمضي حياته مستشعرا ذلك. فإذا كان على هذه الرتبة وعلى هذه الحال
بلغ المبلغ العلي في الدين والرتبة الرفيعة فيه، لأنه سيمضي في حياته وأوقاته على السداد والاستقامة. وهذا فيه أن العبد لا يزال في رفعة وعلو من دينه ما دام مستشعرا رؤية الله له واطلاعه عليه. وهذا يبين لنا المكانة العظمى لمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأثر هذه المعرفة على العبد، وأن العبد كلما استشعر أسماء الله ومعانيها وصفات الله تبارك وتعالى ودلالاتها كان لها الأثر عليه. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعبد كلما كان بالله أعرف كان لعبادته أطلب وعن معصيته أبعد ومنه تبارك أو إليه تبارك وتعالى أقرب. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استشعر رؤيته لك. وإذا كان العبد في حياته على هذه الحال دائما يستشعر رؤية الله له، فإن هذا الاستشعار هو الذي يحجزه ويردعه عن المعاصي والآثام، وهو الذي أيضا يسوقه إلى الطاعات وحسن العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. استشعار رؤية الله جل وعلا وعلمه واطلاعه، وهذا كما قال أهل العلم أكبر واعظ للإنسان، أكبر واعظ للإنسان أن يستشعر هذا الأمر. فإذا بقي معك دائما مستشعرا هذا الأمر بلغ العبد بذلك رتبة المحسنين ودرجة المتقنين في عبادتهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج من العبد إلى مجاهدة ومعالجة لنفسه الأمارة بالسوء: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالعبد بمجاهدته لنفسه واستعانته بربه تبارك وتعالى يبلغ الدرجات العلية، يبلغ الدرجات العلية. وأهل الإحسان في الأولين كثر وفي الآخرين قلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لما ذكر المقربين وهم أهل الإحسان ذكر كثرتهم في الأولين وقلتهم في الآخرين، وقلتهم في الآخرين. والعبد ما دام في جهاد في الله عز وجل ومجاهدة لنفسه وحرص وصدق مع الله وحسن إقبال على الله جل وعلا بلغه الله سبحانه وتعالى المنازل العالية والرتب الرفيعة. الإحسان مرتبة عالية من الدين، هي أعلى مراتب الدين. وحديث جبريل دل على أن الدين ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وفسر كل مرتبة من هذه المراتب. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالعقائد الباطنة التي في القلب، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه ثلاث مراتب للدين. ولهذا انقسم أهل الدين بحسب تحقيقهم له إلى أقسام ثلاثة: مسلم ومؤمن ومحسن. وهذا الحديث من خلاله تستطيع أن تفرق بين أهل هذه المراتب الثلاث.
ومن خلاله تستطيع أن تعرف من المسلم ومن المؤمن ومن المحسن. وعرفنا أن أعلى هذه الرتب رتبة الإحسان، ثم يليه الإيمان، ثم يليه الإسلام. قد قال بعض أهل العلم المتقدمين، أو قد ضرب بعض أهل العلم المتقدمين مثلا لتوضيح هذه المراتب الثلاثة، فوضع ثلاث دوائر: دائرة صغيرة ثم تحيط بها دائرة أوسع منها، ثم تحيط بها دائرة أوسع. وأشار إلى الدائرة الصغيرة قال هذا الإحسان، ثم الأوسع منها قال هذا الإيمان، ثم الأوسع منها قال هذا الإسلام. وأول ما يدخل العبد الدين يدخل في الإسلام، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وله وعليه ما علينا. فأول ما يدخل الدين يدخل مسلما. فإذا تقوى، يعني عندما يدخل في الدين بالشهادتين والتزام فرائض الإسلام يكون مسلما. فإذا تمكن الإيمان في قلبه ورسخ في نفسه انتقل إلى رتبة الإيمان، انتقل إلى رتبة الإيمان. وإذا تقوى في الدين وجاهد نفسه في الإتقان لعبادة رب العالمين وصار إلى هذا الحال يعبد الله كأنه يراه، بلغ رتبة الإحسان. ولهذا إذا نظرت إلى هذه الدوائر الثلاث التوضيحية تجد أن كل محسن ماذا؟ مؤمن مسلم، لأن دائرة الإيمان محيطة بالإحسان ودائرة الإسلام محيطة بالإيمان. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس العكس. ليس كل مسلم مؤمنا محسنا، وليس كل مؤمن محسنا. والله جل وعلا يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني لم تصلوا بعد إلى رتبة الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هؤلاء الذين قال الله عنهم لم تؤمنوا ليسوا كفارا ولا منافقين، ليسوا كفارا ولا منافقين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أنكم ما زلتم بعد في مرتبة الإسلام، أما مرتبة الإيمان فهي أعلى لم تبلغوها. وفي حديث سعد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا؟ قال: أو مسلما. أرشده عليه الصلاة والسلام إلى رتبة الإسلام. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس العكس. عندما تقرأ قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتسأل ما معنى المسلمين وما معنى المؤمنين، وقد ذكرهم الله شيئين، قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وسألت نفسك من المسلم ومن المؤمن، تجد الجواب في حديث جبريل. المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة
يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويحج الفرض الذي افترضه الله عليه. المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة، ولا يكفي هذا، لا بد من إضافة. المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه، وعنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه، لأن العمل الظاهر لا يقبل إلا إذا وجد قدر من الإيمان يصحح هذا الإسلام. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكفي أن يأتي الإنسان بالعمل الظاهر، بل لا بد من وجود إيمان باطن في القلب يصحح الإسلام. فهذا هو المسلم. المسلم هو الذي يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان القلبي ما يصحح إسلامه، لكن لو جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وليس عنده مطلقا إيمان قلبي، من يكون هذا؟ الذي عنده أعمال ظاهرة وليس عنده مطلقا إيمان قلبي، هذا المنافق. المنافق يظهر أعمال الباطنة الظاهرة والقلب ليس فيه أي إيمان، عري من الإيمان. فإذا لا يكون مسلما إلا إذا جاء بأعمال الإسلام الظاهرة، جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه. هذا بالنسبة لحكم الإسلام من حيث هو، والمسلم من حيث هو. أما حكمنا على الشخص بكونه مسلم فمن خلال ماذا؟ الظاهر، لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. والمؤمن هو الذي تمكن الإيمان في قلبه، المؤمن هو الذي تمكن الإيمان في قلبه ورسخ في قلبه. ولهذا قال الله للأعراب: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتمكن من قلوبكم. والإيمان القلبي يضعف، يقوى ويضعف. من الناس من يمتلئ قلبه إيمانا، ومنهم من يكون في قلبه إيمان ضعيف. سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء، بل هم متفاوتون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه. المشاش أطراف الأصابع، أطراف الأصابع، قال ملئ إيمان. فرق بين من ملئ إيمان وامتلأ إيمان، وبين شخص يعمل أعمال الإسلام الظاهرة وإيمانه القلبي قليل ويسير جدا. فهذا القدر القليل أو اليسير هو الذي يصحح عمله الظاهر فكان به مسلما. وأما رتبة الإيمان فهي إنما تكون لمن امتلأ قلبه بالإيمان. ومن امتلأ قلبه بالإيمان ما مقتضى ذلك؟ أيمكن أن يكون القلب ممتلئا إيمانا ولا يعتني بالعمل ولا يهتم به؟ أبدا، لأن امتلاء القلب بالإيمان يتبعه لزاما صلاح الأعمال واستقامة الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا امتلأ القلب إيمانا الجوارح تبع. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب، لأن الجوارح مع القلوب، لأن حال الجوارح مع القلوب التبعية. فالقلب هو الآمر، والجوارح بمثابة الجنود المطيعة المنفذة لأمره. ولهذا قيل كل مؤمن مسلم. ما معنى ذلك؟ لماذا لم يقال كل مسلم مؤمنا؟ لأنه من المسلمين من عنده الأعمال الظاهرة لكن الإيمان ما رسخ وتمكن في قلبه، لكن كل مؤمن مسلم، لأن القلب إذا عمر بالإيمان تستسلم الجوارح وتنقاد. القلب إذا عمر بالإيمان استسلمت الجوارح وانقادت وامتثلت للأوامر، لأن الجوارح مع القلب حالها معها التبعية والانقياد، ولا تتخلف عن مراد القلوب. ولهذا قيل كل مؤمن مسلم. والمحسن أعلى من هؤلاء، وهو الذي بلغ في عبادته لله تبارك وتعالى أن عبد الله كأنه يرى الله. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قوله، قال تاسعا قوله: قال فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. اختص الله بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومنها علم الساعة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمسة. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أما من أي سنة وفي أي شهر من أي سنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. الحديث، وهو حديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة إلا القعنبي فلم يخرج له ابن ماجه. وقوله: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم، وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها. معك تفسير المسائل. طلع من صلك الناس عن السائل والمسائل. تفسير الآية. هذه الآية. أيام المسائل.
الله عند علم الساعة. لا اللي بعدها. قوله في حديث جبريل فأخبرني عن الساعة، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا فيه أن الله عز وجل اختص بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم إلا هو جل وعلا. علم الساعة أمر اختص الله جل وعلا بعلمه، فلا يعلم متى تقوم إلا هو جل وعلا. وكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته، ولهذا يجب على العبد أن يبحث في ماذا أعد للساعة، يبحث في ماذا أعد للساعة وماذا هيأ لها إذا قامت. قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله متى الساعة، قال ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. فالمهم هو ما أعد للساعة، وساعة الإنسان قد تكون بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر. فالذي يجتهد الإنسان في تحقيقه هو ماذا أعد للساعة، فيبحث عن العلم النافع والعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى الذي هو خير زاد ليوم المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والساعة علمها مختص به جل وعلا، فلا يعلم متى تقوم إلا هو جل وعلا. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، أي مختص بذلك. وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو علم الساعة، كما يبين ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. فهذه النصوص وما ورد في معناها تدل على أن علم الساعة مختص به رب العالمين، إلا أن السنة قد دلت على أن قيام الساعة يوم جمعة، قيام الساعة يوم جمعة، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. فهذا الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم إلا يوم جمعة، إلا يوم جمعة، لكن لا يدرى في أي سنة وفي أي شهر وأي جمعة من الشهر أوله أو آخره أو وسطه، الله أعلم، لكنها لا تقوم الساعة إلا يوم جمعة، لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، معناه أن الخلق لا يعلمون متى تقوم، وأن أي سائل وأي مسؤول سواء في عدم العلم بها، أي سائل وأي مسؤول من المخلوقين سواء في عدم العلم، لأن علم الساعة أمر اختص به تبارك وتعالى رب العالمين. وجدت كلام الشيخ؟ نستمع الآن إلى كلام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها الآية. نعم نعم قوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها الآية. نعم
يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك أي المكذبون لك المتعنتون عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقتها الذي تجيء به ومتى تحل بالخلق. قل إنما علمها عند ربي، أي إنه تعالى مختص بعلمها، لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض، واشتد أمرها أيضا عليهم، فهم من الساعة مشفقون. لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة، من حيث لا تشعرون، لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا لقيامها. يسألونك كأنك حفي عنها، أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة، كأنك مستحف عن السؤال عنها، ولم يعلموا أنك في كم كلمة بكمال علمك بربك، ولم يعلموا أنك ممسوح الحرف بكمال علمك بربك ولم يعلموا أنك بكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها ولا حريص على ذلك، فلما لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة. المتعذر علمه، فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. نعم. عاشرا، قال قوله: قال فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أماراتها أي علاماتها، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات قريبة من قيامها كخروج الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء وغيرها، وعلامات قبل ذلك، ومنها العلامتان المذكورتان في هذا الحديث. ومعنى قوله أن تلد الأمة ربتها فسر بأنه إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له، فتكون أم ولد، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. وفسر بتغيير الأحوال وحصول العقوق من الأولاد لأبائهم وأمهاتهم وتسلطهم عليهم، حتى يكون الأولاد كأنهم سادة لآبائهم وأمهاتهم. ومعنى قوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، أن الفقراء الذين يرعون الغنم ولا يجدون ما يكتسبون به تتغير أحوالهم، ولا يجدون ما يكتسون به تتغير أحوالهم، وينتقلون إلى سكن المدن ويتطاولون فيها بالبنيان، وهاتان العلامتان قد وقعتا. نعم. قوله: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر فلبث ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
معنى مليا زمنا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن السائل بأنه جبريل عقب انطلاقه، وجاء أنه أخبر عمر بعد ثلاث، ولا تنافي بين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين ولم يكن عمر رضي الله عنه معهم، بل يكون انصرف من المجلس، واتفق له أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره. قوله في هذا الحديث أخبرني عن أماراتها، أي أخبرني عن علامات الساعة، لأن الساعة لا تقوم حتى يأتي قبلها أمارات وعلامات دالة على دنو مجيئها وقرب قيامها. وقسم أهل العلم العلامات إلى قسمين: علامات قريبة أي من قيام الساعة، وهذه العلامات من شأنها أنها إذا خرجت واحدة منها توالت العلامات تباعا، كما ينفرط الخرز من العقد إذا قطع تأتي متوالية وعلى إثرها تقوم الساعة. ومن شأنها كذلك أنها إذا ظهرت علامة من هذه العلامات الكبرى على قيام الساعة لا ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان، لأن الإيمان أصبح إيمان مشاهدة ومعاينة لخراب هذا الكون ودنو قيام الساعة، فالإيمان حينئذ إيمان مشاهدة فلا ينفع، والذي ينفع هو الإيمان بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والنوع الآخر من العلامات علامات صغرى تأتي قبل العلامات الكبرى، وهي كثيرة جدا، ومنها هاتان العلامتان المذكورتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى أن ترد الأمة ربتها، والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومعنى أن تلد الأمة ربتها فسر بعدة تفسيرات، منها أن في ذلك إشارة إلى كثرة الفتوح، إشارة إلى كثرة الفتوح، بحيث يكون من المسبيات من يطأها سيدها فتلد له فتكون أم ولده، ويكون ولدها بمنزلة سيدها، ويكون ولدها بمنزلة سيدها. وقيل المراد بذلك أن الأحوال تتغير، وأن الأبناء يفسدون، ويصبح الابن من فساده متسلط على والديه، ويكون لوالديه بمقام الآمر الناهي. فقيل هذا هو المعنى، أن تلد الأمة ربتها، يعني أن يكون ولدها متسلطا عليها، أن يكون ولدها متسلطا عليها، آمرا ناهيا مستبدا. قيل هذا، وقيل أقوال أخرى في معنى الحديث. وقوله أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي أن ترى أهل الماشية وأهل الأغنام وأهل رعاية الأغنام يتحولون إلى المدن والحواضر ويتنافسون في بناء المباني العالية الأدوار، يتطاولون في البنيان. وهاتان العلامتان قد وقعتا. إلى هنا انتهى جبريل عليه السلام من مهمة التعليم التي جاء لأجلها، فانطلق، انتهت مهمته فانطلق ذاهبا، فلبث مليا أي النبي عليه الصلاة والسلام
ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قالها قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني انتظر عليه الصلاة والسلام وقتا وزمانا ثم قال أتدري من السائل؟ وهذا أسلوبه تشويق في التعليم. قال أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. وفي هذا أيضا الأدب، في ما لا يعلمه الإنسان يكله إلى من يعلمه. قال قلت الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي قوله أتاكم يعلمكم دينكم دلالة على أن هذا الحديث جمع فيه الدين، في دلالة على أن هذا الحديث جمع فيه الدين. ولهذا كما قدمت في الكلام على صدر هذا الحديث سماه بعض أهل العلم أم السنة، لأنه جمع السنة، لأن السنة جمعت فيه إجمالا كما جمع القرآن إجمالا في فاتحة الكتاب أم الكتاب. نعم. ثاني عشر مما يستفاد من الحديث: أولا أن السائل كما يسأل للتعلم فقد يسأل للتعليم، فيسأل من عنده علم بشيء من أجل أن يسمع الحاضرون الجواب. ثانيا أن الملائكة تتحول عن خلقتها وتأتي بأشكال الآدميين، وليس في هذا دليل على جواز التمثيل الذي اشتهر في هذا الزمان، فإنه نوع من الكذب، وما حصل لجبريل فهو بإذن الله وقدرته. لأن بعض الذين يفعلون التمثيل وهو نوع من الكذب، لأن الممثل يتقمص شخصية غيره وفي تمثيله له يدعي أنه هو، ويتكلم بلسانه على أنه هو، وهذا نوع من الكذب، سواء كان الغرض من ذلك إضحاك الناس أو كان الغرض من ذلك تعليم الناس، هذا نوع من الكذب لا يجوز. فبعض من يفعلون ذلك استدلوا بقصة جبريل، وزعموا أنه ممثل، والتمثيل كذب، وجبريل عليه السلام وعموم الملائكة مبرؤون من كل ما هو معصية لله تبارك وتعالى، ولا يعصون الله ما أمرهم. ومجيئه على صورة أعرابي هو شيء أقدره الله سبحانه وتعالى عليه، وذاك الجسم الكبير الذي صورته الحقيقية له 600 جناح يسد الأفق، أقدره الله سبحانه وتعالى على أن يأتي ويصغر ذلك الجسم الكبير ويصبح بهذه الصورة صورة أعرابي، وهي صورة حقيقية، صورة حقيقية يأتي فيها جبريل، والله جل وعلا أقدره على ذلك. فشتان بين هذا وذاك، والتمثيل من الأمور التي فشت في هذا الزمان وكثرت، وأصبح بعض الناس ينسبها للإسلام، ينسبها للإسلام، ويقيمون تمثيليات أو مشاهد ويسمونها إسلامية، ينسبونها إلى الإسلام، ثم تمارس باسم التمثيل الإسلامي المدعى أمور هي من الكذب الواضح، بل أمور من الضلال البين. وأذكر قديما نقل لي بعض الطلاب أن تمثيلية أراد
أربابها أن يعلموا بزعمهم الناس أذكار النوم، أن يعلموا الناس الحاضرين أذكار النوم وأهمية أذكار النوم. فجاءوا بشخص وألبسوه لباسا وغيروا في هيئته وجعلوه على صفة موحشة ومخيفة ومنظر بشع، وقالوا أنت إبليس، أنت دورك دور إبليس. والثاني شاب عنده مشكلة في النوم، كل ما يأوي إلى فراشه لينام ما يستطيع، ويضعون فراش أمام الناس، ويأتي هذا الشاب ويتقلب أمام الناس يريد أن ينام ويظهر القلق أمام الناس، وكل الذين يرونه يعرفون أنه يكذب وأنه ليس فعلا يريد أن ينام ولا يستطيع، فيتقلب أمامهم ويحاول أن يكون أيضا تقلبه أمامهم بشكل مضحك حتى يستمتع الحاضرون برؤيته، فيتقلب أمامهم ويتقلب ويتقلب وينادي أنا أريد أن أنام، ما يأتيني النوم، كيف أنام؟ والناس ينظرون إليه ويضحكون، وهو الآن بزعمهم يريدون أن يعلمونهم أهمية الذكر. وهذا الذي على صورة إبليس يأتي عند رأسه ويشوش عليه حتى يرى الناس كيف أن إبليس يأتي عند رأسه وما يمكنه من النوم ويدخل في التشويش. ثم يأتي شخص بزعمهم على هيئة متدين وناصح ويقول إيش عندك أنت؟ فيقول أنا ما أستطيع أن أنام. يقول ليش ما تسوي أذكار النوم؟ يقول وما هي أذكار النوم؟ فيعلمه أذكار النوم. فلما يبدأ بأذكار النوم يهرب الشيطان اللي هو واحد منهم أمام الحاضرين، يهرب الشيطان، وبهذا يكون تم المقصود وتعلموا الأذكار، تعلموا أذكار النوم بمثل هذه المهزلة، بمثل هذه المهزلة والكذب. وإلى درجة أن بعض الشباب المسلم يجعل على صورة إبليس يمثل دور الشيطان، وأحيانا يجعلون الشاب المسلم يمثل الكفار، يكون على صورة كافر أو عدو، وإذا قيل له من أنت؟ قال أنا فرعون، أو قالوا من أنت؟ قال أنا إبليس، ويقيل قال أنا قارون، ولا يقول أنا أبو جهل، وهكذا من الضياع الذي كله إذا سئلوا عنه ما هذا قالوا هذا تمثيل إسلامي، تمثيل إسلامي، يعني ينسب إلى الإسلام زورا، وإلا الإسلام بريء من هذه الأعمال وليست هذه من الإسلام في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة الأذكار وعلمهم الدين وفقه الناس في دين الله عز وجل وتعلموا الحلال والحرام بدون هذه المهزلة التي تمارس باسم الإسلام. ويحاول بعض هؤلاء أن يستدلوا لهذا التمثيل بأشياء لا تمت له بصلة. نعم. قال ثالثا بيان آداب المتعلم عند المعلم. رابعا أنه عند اجتماع الإسلام والإيمان يفسر الإسلام بالإيمان بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. خامسا البدء بالأهم في الأهم لأنه بدأ بالشهادتين في تفسير الإسلام وبدأ بالإيمان بالله في تفسير الإيمان. سادسا أن أركان الإسلام خمسة وأن أصول الإيمان ستة. سابعا أن الإيمان بأصول الإيمان الستة من جملة الإيمان بالغيب. ثامنا بيان التفاوت بين الإسلام والإيمان والإحسان. تاسعا بيان علو درجة الإحسان. عاشرا أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه. الحادي عشر بيان شيء من أمارات الساعة
الثاني عشر قول المسؤول لما لا يعلم الله أعلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل يصح هذا الحديث ياسين لما قرأت له؟ وهل لي نقرأها لقضاء أمر أو حاجة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ياسين لما قرأت له. نعم. وهذا السائل يقول: ما معنى تقطع المرأة والكلب الأسود الصلاة؟ هل تبطلها؟ وإذا مرت من أمام امرأة هل أعيد الصلاة؟ جاء في الحديث أن الصلاة لا يقطعها إلا المرأة والكلب الأسود، ومعنى ذلك أن مرور المرأة من بين يدي المصلي قاطع للصلاة، قاطع للصلاة، لأنه لو مر أمامه رجل لا يقطع صلاته، ولو مر من أمامه بهيمة أو دابة عليه أن يمنع ذلك، لكنه لا يقطع صلاته. وفي الحديث أنه لا يقطعها إلا المرأة والكلب البهيمة والكلب الأسود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: إلى متى ينتهي طواف الإفاضة؟ وكيف يجبر إذا تركته جهلا أو مضطرا؟ طواف الإفاضة لا يجبر، لا بد من فعله، هو إذا ترك لا يجبره دم، بل هو باق في ذمة صاحبه، لا بد أن يرجع إلى مكة ويأتي به، ولا يعذر بتركه، ومتى ما تيسر له الرجوع إلى مكة رجع، وهو ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، والركن ليس مثل الواجب، الواجب هو الذي يجبر بدم، والواجب في الصلاة يجبر بسجود السهو، أما الركن في الصلاة والركن في الحج لا يجبره شيء، لا بد أن يفعل. نعم. هذا السائل يسأل يريد أن يجمع بين، يعني هل يقدم حفظ القرآن أم الجلوس لمثل هذه الحلقات ولا سيما بين العصر والمغرب؟ حفظ القرآن أمر عظيم، وطلب العلم أيضا أمر عظيم، والموازنة بينهما هو المطلوب، حيث يجعل لنفسه برنامجا يحفظ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العلم الذي يلقى هو من ضروريات الدين، من ضروريات الدين وواجباته، وهو يجهل ذلك فهو واجب عليه، واجب عليه، بينما حفظ القرآن نفل، اشتغال بحفظ القرآن نفل. فإذا كان العلم الذي يلقى هو من ضروريات الدين وواجباته وهو يجهل ذلك، فيجب عليه أن يتعلم وأن يتفقه وأن يعرف ضروريات الدين. وأما حفظ القرآن كاملا والاشتغال بحفظه فهذا نفل يثاب عليه أعظم الثواب، لكن الواجب مقدم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أقامت النساء في قرية في بلادنا خطبة العيد في مسجد، هل انفرادهن عن الرجال في مسجد واستماعهن لخطبة إحداهن عمل جائز أم لا؟ هذا عمل محدث لا أصل له، هذا عمل محدث، المرأة لا تتولى مثل ذلك، ليس لها خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وصلاة العيد، هذا إنما هو للرجال، وعمل هؤلاء النسوة عمل محدث. نعم. والواجب عليهن شهود العيد في المصلى مع الرجال في طرف من
المسجد كما كان الحال في نساء الصحابة ونساء السلف عموما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول يسأل يقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ الجواب متركب من الأمرين، الإنسان باعتبار مسير وباعتبار مخير. باعتبار أن الأمور بمشيئة الله وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، مسير. وباعتبار أن له مشيئة يختار بها الخير أو الشر، مخير. وهديناه النجدين. فلا يقال الإنسان مسير على الإطلاق ولا يقال مخير على الإطلاق، بل الجواب متكون من الكلمتين معا، ويجمع ذلك قول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أحسن الله إليكم. هذا يقول رجل أعطاني مبلغا من المال لأن أحج متمتعا عن قريب له، ولكن قبل أن أبدأ في طواف العمرة أصاب إحرامي الدم ولم أغسله إلا بعد الطواف، فهل أرد إليه المال لكوني حججت له بدون عمرة أو أدي له عمرة أخرى بعد الحج وأكل المال؟ الدم الذي يكون على اللباس إذا كان دما يسيرا لا يؤثر، إذا كان دما يسيرا لا يؤثر، وإذا كان دما أيضا كثيرا ولم ينتبه له إلا بعد انتهاء الطواف لا يؤثر. وأما إذا كان كثير وانتبه له قبل الطواف فكان عليه أن يغسل هذا الدم ويطوف بإحرام ليس فيه هذا الدم. ويبدو الله أعلم أن عمرته لا تبطل بذلك، يبدو الله أعلم أن عمرته لا تبطل بذلك. ولو أجل السؤال إلى بعد صلاة المغرب يطرح على الشيخ الوالد، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل في العمرة طواف وداع؟ العمرة فيها طواف وداع استحبابا لا وجوبا، لا يجب في العمرة طواف وداع، وإنما طواف الوداع واجب في الحج. نعم. أيضا يقول في السؤال الثاني يقول هل بعد طواف الوداع يحرم علي الأكل في مكة والمكوث بها؟ لا يحرم عليك الأكل وأخذ متاعك أو طعامك من الطريق وشرابك، لكن بعد طواف الوداع تكون انتهيت من مكة ويكون الوداع هو آخر عهدك بمكة. وإذا كان على طريقك طعام تحتاجه أو شراب تحتاجه لا بأس بأن تأخذه، أما أن تودع ثم تذهب للتسوق وتمضي وقتا في الأسواق فبهذا يكون آخر عهدك السوق وليس الوداع. وكذلك لو أن إنسانا ودع ثم جلس في بيته وبات فآخر عهده ليس الوداع، فالمقصود أن يكون آخر عهد الحاج البيت وآخر أعماله، وهذا من واجبات الحج. نعم. هذا يسأل يقول هل بمجرد ما يكون شيء من علامة الساعة يكون مذموما كالمثال الذي ذكر في الحديث التطاول في البنيان؟ لا، ليس كل ما كان من علامات الساعة يكون مذموما، بل من علامات الساعة ما هو خير محض، ومن ذلك من نزول عيسى عليه السلام. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.